جزاكم الله خيرا. المرسلة هاء لام من عنيزة تقول: في حفلات الزواج كثيرا ما نرى من بعض النساء من يقوم بالتصفير والتصفيق وتشجيع الراقصات ولو كان رقصا مسموحا به أو غير مسموح به، فهل يعتبر هذا جائزا وما الحكم فيه؟ وهل لكم من توجيه؟ جزاكم الله خيرا. الواجب على المسلمين أن يتأدبوا بآداب الإسلام في حفلات الزواج وفي غيرها، لأنهم مسلمون، ولا يجوز لهم أن يستوردوا عادات سيئة من غير بلاد المسلمين ومن غير عمل المسلمين. والصفير والتصفيق هما من أمور الجاهلية، وإنما رخص للمرأة أن تصفق للحاجة، كما إذا كانت تصلي وراء الإمام والإمام أخطأ في صلاته فلها أن تصفق لتنبيهه، أو احتاجت إلى ذلك لتنبه أحدا، أو أحد استأذن عليها وهي في صلاة فلها أن تصفق لتنبهه. فيباح التصفيق للنساء للحاجة، أما التصفيق بالحفلات فهذا ليس من الحاجة، وهو من تقاليد وعادات الكفار. نعم.